حجرات الذاكرة لمحركات قاطرة مترو الجزائر يبدأ العمل اليومي للمهندس ياسين، تفقد ومراقبة وصيانة دورية. بالنسبة لهذه الوسيلة الحيوية الأمر أكثر من ضروري. Bon, pour l'instant, on est en train de faire la vérification des composants sécuritaires. On a bien fait le fluide, bien fait le fusible, on a suspension secondaire, on a suspension primaire. السواعد الجزائرية لا تقف على الصيانة والتشغيل فحسب، بل لكل مهامه كسائق هذه القاطرات. أمور عادية، أننا في أوقات العمل عادي. ما حبسش المطر وكاع. وغير بعيد عن الميدان، غرفة المراقبة والتحكم تسهر وبكفاءات جزائرية وعلى مدار الساعة بتنظيم كل حركة قاطرة المترو. مترو الجزائر عمره ولا حبس، مترو الجزائر واصل بعد ما عرفت الجزائر كباقي دول العالم جائحة كورونا، داك اللي حبس اللي توقف هو نقل المسافرين، اما النظام او منظومة مترو الجزائر عمرها لا توقف. حنايا ريال ما حبسناش، باسكو ما عندناش دروا نحبسوا، سي عندنا دي انستالاسيون دي سيستيم لازم يكون فونكسيوني. وإن كانت الجائحة تسببت في توقف نقل المسافرين بوسيلة النقل هذه، إلا أن الصيانة وتجارب التشغيل لم تتوقف لو للحظة ما دام للجزائر سواعد مؤهلة.